الله، لا لا ثانية واحدة، الله بجد السؤال ده عجبني قوي. مشيرة، انا متفقة معاكي قوي على غسيل الفراخ مع حضرتك، لكن اللحمة ازاي؟ الله بجد انا بحييكي على السؤال ده. انتوا عارفين، بس احنا ساعتها في الحلقة بتاعت انا وشيف نهى مرضناش نصدمكم ونقول لكم ان اللحمة اصلا ما بتتغسلش. والله اللحمة الحمراء ما بتتغسلش. انا بحيي مدام مشيرة قوي على السؤال ده. جماعه انا عايزاكم تفهموا حاجه، هي مش قصه محلول نقع ان احنا ننقع اي حاجه. جات لي مكالمه الاسبوع اللي فات كنت عايزه اتكلم عليها، فاكراها كويس قوي، كانت استاذه نرمين بتقول انتوا ازاي في الحلقه بتاعت شيف نهى منين بتقولوا ان اللحمه تتحط في محلول النقع، ومنين بتقولوا ان لازم تديها صدمه قبل ما نسلقها؟ السؤال ملوش علاقه ببعض برضو. يعني السؤال ايه اللي جاب محلول النقع لإيه اللي جابه لصدمة اللحمة؟ أنا ما بحبش قوي كلمة الصدمة دي، ملهاش علاقة يا جماعة. إحنا مش أي حاجة نحطها في محلول النقع. أنا دلوقتي هعمل كباب حلة، هسلق لحمة، أنا أحطه في محلول النقع ليه؟ ما أنا أطلعها من الفريزر وأستخدمها عادي. المفروض إن إحنا نبقى واثقين في المصدر اللي جايبين منه اللحمة، بنستخدمها ما بتتغسلش، اللحمة الحمراء ما بتتغسلش، خلاص. طب محلول النقع ده بنعمله امتى في اللحوم؟ لما يبقى عندي ضلع كامل او فخده كامله هحطها في محلول النقع ليه؟ علشان تفتت لي الانسجه وتطري لي اللحمه بتاعتي، علشان لما اجي اتبلها تشرب التتبيله على طول وما تطولش في الفرن وهي بتستوي. فهمتوا قصدي؟ هي ده محلول النقع. عشان كده حاجة تانية، محلول النقع في اللحوم الحاجات اللي بيبقى فيها سن الزفارة، زي اللحم الضاني مثلا، لحم الضاني يعني بيبقى فيه زفارة، بيبقى فيه ريحة زفارة، محلول النقع بيشيل اللحمة دي. لكن مش عمالة على بطال نقعد نعمل في محلول النقع، غرضه أصلا إن محلول النقع ده يفتت معاكي الأنسجة ويكسرها علشان تتبل وتستوي كويس، خلاص. انا عايزه اقول لكم على حاجه، الفراخ اصلا المفروض ان احنا نبقى جايبينها من مصدر موثوق منه الصح. الصح انتوا عارفين ان الصح الصح بره بيعملوا ايه؟ على فكره عايزه اقول لكم على حاجه، ده كلام منظمه الصحه العالميه، والله مش كلامنا. الصح ان احنا بنبقى جايبين الفراخ من مصدر موثوق منه وبيبقى فله، بتبقى ما فيهاش اي حاجه، بنستخدمها على طول. طب امتى بيعملوا محلول النقع؟ لما بيبقوا عايزين مثلا يعملوا فرخه كامله بعضمها، بيروحوا حاطينها في محلول النقع علشان تسرع مرحله السوى. انا دلوقتي جايبه بانيه مثلا، احطه في محلول النقع ليه؟ ما تحطش محلول نقع. عندي صدور شاريه مثلا نص كيلو صدور كاملة وعايزة هسويها، هحطها في محلول النقع ليه؟ هي أصلا حاجات كلها من غير عظم، حاجات مخلية. نعم حاضر. طب ممكن بس يا أستاذ ريمي أكمل بس الحتة دي، عشان الحتة دي مهمة قوي. معلش الكلام في الموضوع ده مهما نتكلم مش هيخلص، ده مش كلامنا يا جماعة، والله زي ما قلت لكم ده كلام منظمة الصحة العالمية في العالم كله، خلاص. فهي دي فكره اصلا محلول النقع. بس انا اقول لكم على حاجه، ساعتها الحلقه بتاعتي انا وشيف نهى ساعتها قالت لي احنا مش هنروح لناس طول عمرهم بيغسلوا مثلا الفراخ نقول لهم لا ما تغسلوهاش خالص هتبقى صعبه. فايه يعني هنا كده بنبداها كده واحده واحده هنا في مصر، يعني بنقول ان محلول النقع هيشيل معاك الزفاره وبيشد من الفراخ اي شوائب، حتى تلاقوا بعد محلول النقع بتبقى الميه بتبقى لونها احمر، وسبحان الله بيبقى فيها خيوط هي بتسحب الملح والسكر، بيسحب كل حاجة. خلاص، لكن مش عماله على بطال نعمل محلول النقع. بيتعمل لاي حاجه فيها عظم، في اللحمه للضلع كامل، فخده، لحم ضاني، لحم فيه زفاره، لكن انا مش داخله اسلق لحمه واعمل حله خضار باللحمه اعمل محلول النقع، خلاص.